شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول إيفانجلوس أبوستوكلاس رئيس هيئة الأركان اليوناني شهدا المرحلة الرئيسة للتدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 2017. رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول إيفانجلوس أبوستوكلاس رئيس هيئة الأركان اليوناني المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 2017 بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر واليونان بالبحر الأبيض المتوسط. وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب تنفيذ العديد من الأنشطة من خلال إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة والإبرار البحري للقوات المشاركة بوسائط الإبرار المحملة بعناصر الوحدات الخاصة البحرية من المسترال. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا يا فندم بحضراتكم وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. إذن هي مزيد من العلاقات المصرية واليونانية، خاصة نتحدث عن تدريبات عسكرية مشتركة، كيف تنظر لهذه التدريبات؟ أنا الحقيقة ببص لأي تدريب مشترك بهذا الحجم أنه صحيح تدريب عسكري، لكن دائما التدريبات العسكرية هي مؤشر للتوافق السياسي بين الدول، يعني دائما حتى الدول اللي بينها تدريبات بهذا الحجم في توافق كبير سياسي، وده الحقيقة نقطة قوة لمصر في الإقليم وأيضا لليونان. هذا التدريب الحقيقة هو تدريب بحري، لكن تضمن برضو اشتراك قوات جوية في التدريب، والحقيقة التدريب ده كان فيه نقطة قوة ضمن نقاط قوة عديدة، يعني عشان الوقت أركز إن هو كان تدريب بالذخيرة الحية. التدريبات المشتركة لما بالذخيرة الحية بتبقى تدريبات لها ثقل، بتدي الحقيقة خبرة عالية لكلا الجانبين، مش أي دول الحقيقة بتتدرب بالذخيرة الحية تدريبات مشتركة، لكن مصر أحد هذه الدول. التدريب بتضمن مواجهة عدائيات تقليدية، يعني ممكن جيوش ضد جيوش أخرى، ويمكن شفنا الإنزال البحري وتحميل قطع وإنزال على شاطئ المسترال، وأيضا تضمن تدريب غير التقليدية. نعم. إذن سيادة اللواء، إلى أي مدى هذه التدريبات تعطي رسائل للدول الراعية للإرهاب وتحد بشيء ما من العمليات الإرهابية؟ دي حقيقة، دي حقيقة، دي حقيقة الحقيقة، لأن حضرتك عارف إن الإرهاب دايما عابر للحدود وبينتقاله ما بين الدول سهل، لأن حاجة زي ما تفضلت في دول بترعاه، وإلا ما كانش هذا الانتقال بين الدول بيبقى بالسهولة دي. إضافة إلى أن البحر المتوسط مهم جدا بالنسبة لنا طبعا على وجه العموم، وخصوصا في المرحلة القادمة، عشان هتلاقي إحنا المياه الاقتصادية يعني الحمد لله فيها حقول غاز وحقول بترول، ومطلوب حماية هذه يعني الإمكانيات الاقتصادية الضخمة، وحمايتها أيضا بالتنسيق مع دول صديقة زي اليونان، لأن هو برضو بيواجه نفس العاديات. هذا التدريب تدريب مهم جدا، وايضا ارجع تاني مؤكد مؤشر لتوافق بين الدول. مصر تشارك دائما في هكذا مناورات داخل الاراضي المصريه وخارجها في دول الجوار، لكن هل هناك خصوصيه لهكذا تدريبات تحدث مع دول الحوض البحر الابيض المتوسط؟ طبعا الحوض البحر الابيض مصر مهم جدا، لانه زي ما قلت لحضرتك في امكانيات اقتصاديه ضخمه، احنا يهمنا ان احنا نحميها بالتنسيق مع دول. في عدائات غير تقليدية زي الإرهاب، في أيضا هجرة غير شرعية، في بعض السفن المشتبه فيها اللي هي بتنقل أسلحة لدول يعني الأمن فيها يعني يحتاج المزيد من السيطرة، انتقال السلاح على سفن أو السفن المشتبه فيها الموضوع ده في منتهى الخطورة، لأنه بيخلي الإرهاب ينتقل لبعض الإمكانيات اللي هي ممكن ما تكونش في إيديه. وعشان كده حوض البحر المتوسط ده كان في الماضي له اهميه، فالاهميه دي بتتعاظم يا فندم يوم بعد يوم في وجود هذه العدائيات. لكن استغل وجودك معنا سياده اللواء، وانت طيار في الجيش المصري سابقا، عندما تكون مناورات بحريه وعمليات تدريب بحريه وتشارك بها القوات الجويه، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا ان انت ما بتدخل قوتين، قوه بحريه مع قوه جويه، فالاثنين مع بعض بيدوا قوه اضافيه عاليه جدا، خاصه للاهداف
البعيدة اللي ممكن تسول لها نفسها ان هو بعيد عن المياه الاقليمية او بعيد عن مرمى نيران القطعة البحرية، ان هو يعني هيبقى في مأمن وهيقدر ينفذ عمليات ارهابية او سفن ما اشتبه فيها. وبالتالي التدخل الحاسم للقوات الجوية في هذا التوقيت بيبقى الحقيقة بيبقى رادع لهذه العاديات، إضافة إلى تدخل القوات البحرية أيضا. المسترال مشتركة، ودي نقطة قوة ورسالة قوية جدا. حضرتك عارف المسترال انضموا مؤخرا لقواتنا المسلحة، لكن ده بيدل على إن المقاتل المصري عنده سرعة عالية جدا على استيعاب التكنولوجيا. القطعة البحرية ضخمة زي عملة المروحيات مسترال، واشتراكها في تدريب بهذا الحجم مع دولة اليونان، دولة يعني الحقيقة عندها بحرية برضو لها ثقل، ودولة لها ثقل عسكري موجود في أوروبا. شكرا جزيلا سيادة لواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كنت معنا عبر الهاتف.